المسلم يبحث عن مسلمة ذات خلق ودين يتزوج بها. نعم هذا الأفضل، لكن إذا أراد أن يتزوج بكتابية يهودية أو نصرانية لابد أن تكون كتابية، يعني من أهل الكتاب يهودية نصرانية، ما تكون مشركة. وتكون لا تكون يعني هي نصر عافية السلامة تصنع الفاحشة، ولا بد أن يخطبها من وليها. لكن عندنا مشكلة أنه ممكن هي تؤثر عليه أو تؤثر على الأولاد، فهذه مشكلة، خاصة إذا كان هو ضعيف والإنسان ضعيف أصلا. نعم، فلا تعجب بالكافر. لا، المسلم أفضل كثير، وبعض الشباب يعجب بالكافرات وهذا مخالف للشرع. كان